سيد السفير، مستر ديفيد تشينكر، سيد الوالي، سيد رئيس الجهة، السادة رؤساء المجالس، السيدات والسادة الحضور الكرام، اليوم هو يوم هام، مهم جدا. أولا لأن هذه أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى الأقاليم الجنوبية المغربية. And I like when you mention certain provinces. It sounds like music to my ears. So please, from now on. فهذا حدث هام جدا لأن قلت هذه أول زيارة رسمية لمسؤولين أمريكيين لهذا الجزء من الأقاليم المغربية. ثانيا مهم هذا اليوم لأن هناك زيارة ل أماكن اللي يمكن تكون مقر المقبل للقنصلية الأمريكية بأقاليم الجنوبية، وهو مهم كذلك لأن كما سمعنا من آدم بولر هو سيكون منطلق لتفعيل أنشطة اقتصادية واستثمارات أمريكية في الأقاليم الجنوبية. منذ الشهر يوم بيوم، يعني 10 دجنبر، كانت المكالمة الهاتفية تاريخية بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واليوم احنا 10 يناير، شهر بعد ذلك هذه المكالمة، كيكون واحد تطور تاريخي في العلاقات الثنائية. المكالمة التاريخية بين جلالة الملك وفخامة الرئيس هي كما قال السيد فيشر هي جزء من تطور ومن مسلسل دام لشهور بقيادة جلالة الملك للوصول إلى هذا الإعلان الهام للإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وكان هذا المسلسل الذي قاده جلالة الملك تم من خلال زيارات، من خلال لقاءات، من خلال تواصل دائم حرص عليه جلالة الملك مع الإدارة الأمريكية إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة، وهي الإعلان الرئاسي وفتح القنصلية. كما تعزز هذا المسار في يوم 22 دجنبر بالإعلان الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي شكل كذلك منطلق أساسي لما سيأتي من تطورات في الأسابيع والأشهر المقبلة. منذ إعلان الرئيس عن الاعتراف بمغربية الصحراء تمت مجموعة من التدابير. أولا بحال اللي شفتوا، وهنا كنشكر كذلك السيد فيشر، تم تغيير خريطة الولايات المتحدة. في كل الإدارات وفي كل وكالات التابعة للولايات المتحدة تم اعتماد خريطة جديدة تدمج بشكل تام وواضح الأقاليم الجنوبية في التراب المغربي. تمت كذلك يعني كان عندهم مجموعة من الأعطار القانونية هذا التحول. فمثلا اتفاق التبادل الحر سيتم تكييفه مع هذا الواقع الجديد لتمكين المنتجات المغربية من الوصول حتى من الأقاليم الجنوبية من الوصول إلى السوق الأمريكية. كان هناك اجتماع للإدارة الأمريكية مع كل الرؤساء، مع كل السفراء المعتمدين في واشنطن لتأكيد وشرح الموقف المغربي. وكانت هناك رسالة من الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف. كما تم الاتفاق على أن كل تقارير وكل وثائق اللي كتخرج من الإدارة الأمريكية سيكون فيها يعني الأقاليم الجنوبية جزء من تراب المملكة المغربية، بالإضافة إلى هذا التطور الهام اللي كنشوفوه اليوم والمتمثل في زيارة مسؤولين دبلوماسيين أمريكيين إلى الأقاليم الجنوبية. So,
ترجمين ترجم. I was saying that it is historical day because it's the first visit of U.S. officials to the southern provinces. It is a major step in the opening of a consulate here in Dakhla, and we thank Erdan Boller. It's also the starting point for an investment and economic dynamic between the United States and Morocco, including in this part of our country, the southern provinces. It's exactly 1 month day for day after the telephone call between His Majesty and the President. And I remind all of us that this discussion was a result of a long process, months, years of interaction, visits, delegations, communication between the teams of His Majesty and of the President. And the outcome of all this was this historic decision by the United States and the trilateral declaration of the 22nd of December. Since the proclamation, many actions have been taken. A new map, which you signed and which the President signed, including the southern provinces in the territory of Morocco. All the legal agreements we have, which should be adapted to this new reality. The meetings and the briefing to the ambassadors in Washington to explain the new U.S. position. The letter to the U.N. Secretary General and to the U.N. Security Council. And the official visits of U.S. officials to Dakhla. And we are happy that you, David Fisher, you, David Chandler, you are the ones who has made this first visit to this part of the Kingdom of Morocco. Thank you again for this. اليوم هو محطة مهمة كذلك في هذا التطور وفي الاتفاق الذي كان بين جلالة الملك ومحمد السادس والرئيس دونالد ترامب. فتح القنصلية هو مسلسل يعني اليوم كنت في محطة مهمة وهي زيارة المبنى والاطلاع عليه والعمل على مطابقته لكل المعايير والمواصفات التي يقتضيها فتح مركز دبلوماسي أمريكي في أي منطقة، وسيتم الافتتاح قريبا جدا إن شاء الله. كما انطلقت أظن مسطرة تعيين الشخص الذي سيتكلم بهذا المبنى وقريبا سيتم الإعلان عنه. وفتح القنصلية هو يأتي لترجمة هذا الاعتراف الأمريكي الواضح بسيادة المغرب على صحرائه، ويأتي كذلك ليعبر عن رغبة الولايات المتحدة في تطوير العلاقات التجارية والإنسانية مع المملكة المغربية، بالإضافة إلى القنصلية الجديدة التي ستبنى في الدار البيضاء. وباش نكونوا يعني واضحين، نفس الطريقة ونفس المسطرة اللي مرت منها فتح القنصلية في الدار البيضاء هو اليوم اللي غاد كتمر منه فتح القنصلية في مدينة الداخلة. I said that today's visit is a major step in the opening of the consulate. We have visited some buildings and the process will continue to meet all the requirements for the opening of the consulate. The same requirements which were applied in Casablanca will be applied in Dakhla. And I don't know if it is a secret, but we heard also that the process of designating the person who will be in charge of the consulate is underway, and we hope also here to have good news very, very soon. المشاريع الاقتصادية الهامة التي أعلن عنها أو التي تضمنت في الاتفاق بين جلالة الملك وفخامة الرئيس انطلقت. كان المفروض يكون معنا اليوم آدام بولر اللي هو رئيس مكتب أو مؤسسة التمويل التنمية الأمريكي، ولكن تعذر عليه الأمر. وهذه المؤسسة ستقوم بفتح فرع لها في مدينة الدخلة لتكون منطلق لكل عملياتها تجاه القارة الإفريقية، وفي ذلك اعتراف بالطاقات المهمة اللي عند الدخلة
لتكون نقطة وصل بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، ولتكون قطب اقتصادي هام كما أراد ذلك جلالة الملك في إطار النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية. كل هذه التطورات وهذا الموقف الواضح للولايات المتحدة كيقوي ثقة المغرب في مشروعية قضيته، قضية عادلة بالتاريخ، قضية عادلة بإرادة الساكنة، قضية عادلة بالمواقف الدولية، واليوم بدعم أصدقاء المغرب. المغرب القوي بهذا الدعم يبقى متشبث بالمسلسل الأممي. المغرب القوي بهذا الدعم يبقى متشبث بوقف إطلاق النار. المغرب القوي يبقى متشبث بالانخراط في حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ولكن بوضوح في كل نقطة. المسار الأممي له محددات وله عناصر المغرب بالنسبة للمغرب غير قابلة للتفاوض أو للنقاش، وأولها أن هدف هذا المسلسل هو حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية. المغرب مع وقف إطلاق النار، ولكن كذلك المغرب سيرد بحزم على أي تهديد أو أي مس باستقراره وبطمأنينة ساكنته. والمغرب مع دعم جهود الأمم المتحدة في إطار عناصر واضحة وفي إطار مواقف ثابتة. اليوم ما يعني هذه القنصلية الأمريكية هتكون هي القنصلية 20 في الأقاليم الجنوبية، من دول في إفريقيا، من دول في آسيا، ومن دول في أمريكا الشمالية أو في أفريقيا الكاري. وهذا يدل على أن هذا الموقف الأمريكي هو جزء من واحد الدينامية عالمية لتأكيد مغربية الصحراء ولدعم الحكم الذاتي. 20 قنصلية، يعني في البداية كنا كنتخيلوا بأن غيكونوا 4 ولا 5 هاد السنة، يعني لولا الكوفيد كنا يمكن نكونوا يمكن في 30، وغادي نوصلوا بفضل توجيهات جلالة الملك والثقة اللي عند المجتمع الدولي في التوجهات ديال جلالة الملك، غادي نوصلوا إلى أن الداخلة والعيون يصبحان قطبين قنصليين ودبلوماسيين هامين. المغرب سيستمر كما قلت في المسلسل الأممي وفي دعم حل دائم، ولكن المغرب كذلك يعتبر ما قامت به الولايات المتحدة هو موقف متوازي، هو موقف متواصل. وذكر بذلك السفير الأمريكي، وذكر بها الصباح السفير شنكر، اللي هو موقف بدأ مع إدارات من بداية هذا القرن. كلها كانت كتدعم الحكم الذاتي، وكلها كانت كتدعم الحكم الذاتي في إطار السيادة الأمريكية. ما أكده الرئيس الأمريكي في الاتفاق مع جلالة الملك هو أن هذا الإعلان اليوم أصبح واضح، أصبح صريح، وغيكون عنده تبعات عملية. I said that Morocco feels stronger in his legitimate fight for its territorial integrity. Morocco is strong because of history, because of international legality, and because of the willingness of the population. But Morocco is also strong with the support of its friends, and particularly the United States. Being strong, Morocco will continue to support the UN process to find a lasting solution to this regional dispute. And Morocco, being strong, will continue to be committed to the ceasefire and will be committed to the UN-led process based on clear principles and parameters. The process is to achieve a lasting solution based on which on the autonomy plan is the only basis for that solution within Moroccan sovereignty. And Morocco will support the ceasefire, but Morocco will react to any provocation. And Morocco will support the UN process and the UN umbrella as the only way to find a solution to this long-standing regional dispute.
The United States consulate will be the 20th consulate in Laayoune and in Tahrir, which shows that there is a global dynamic in favor of supporting Moroccan sovereignty and supporting the autonomy plan as the only way to solve this or to resolve this dispute. 20 consulates from Africa, from Asia, from North America, and from the Caribbean and South America. And we will continue this process for Dakhla and Laayoune to become a real diplomatic and consular hub, linking North Africa to Sub-Saharan Africa, linking to Morocco to its African neighborhood. The US position is a balanced one, is a result of a long process which started with previous administrations. All the administrations were supporting the autonomy within Moroccan sovereignty as the only way to solve this issue. And the proclamation of the president and the agreement between the president and His Majesty is to confirm, is to make explicit this position. So thank you again for this important step for the opening on the consulate. And I think Dakhla, Casablanca, and Rabat will be three main addresses for this genuine partnership between our two countries. Thank you again, Jennifer. Thank you, David. Thank you. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.